يلا خلينا نفتح الصندوق ونشوف شنو موجود داخله. اوكي يلا جاهزين، 3 2 1. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم مهدي من قناة أوغا. واليوم يا عيال عندنا شغلات أسطورية راح نشوفها ونسويها، وأيضا أمير سلو أعطاني مفاجأة صادمة، راح نشوف وش هاي المفاجأة. ولكن قبل لا نشوف هذا كله، أبغاكم الحين كلكم تحطون لايك يا عيال، وتشتركون بالقناة، وتفعلون جرس الإشعارات، وتشاهدون المقطع كامل حتى النهاية. طبعاً اليوم وصلتني شغلة غريبة من أمير سلو، وهاي الشغلة بصراحة أني انصدمت من شفتها. معقولة أمير سلو يجيب لي حاجة غريبة مثل هاي؟ خلونا نشوف شنو جاب لي أمير سلو. أوكي خلي ألبس أول مرة الدروع مالتي لأنه أني ما أثق بأمير. أوكي ليتس جو. حلو، هذا سلايم. هاي هاي شنو سلايم؟ شو يسمونه؟ أنا نسيته. كريبر. سكيلتون. أوكي خلينا نقضي على السكيلتون. انقلع يا سكيلتون. اوكي خلي نشوف يا عيال شنو جاب لي امير سلو. يا عيال جيفت فروم امير سلو. امير سلو جاب لي صندوق يا عيال، امير سلو جاب لي هديه. واو الحين راح نكتشف وش الهديه مالت امير سلو. ولكن قبل لا نفتح الهديه مال امير سلو، كثير من المتابعين يقولون يا اوغا البيت مالتك فقير، يا اوغا البيت مالتك مو حلو، يا اوغا غير بيتك. خلاص اليوم راح نغير البيت مالتنا ان شاء الله، تمام؟ لانه البيت مالتي بصراحة ما عاجبني، انا كنت اتوقع راح يكون اسطوري وفكرة حلوة بس ما عجبني، حتى اثبت لكم انه فعلا راح اغيره. فا اوكي خلي نكسر هاي البلوكات باسرع وقت يا شباب ويا بنات. لحظة وين هاي النطيطة؟ اوكي خلي اصعد فوق البيت حتى نكسر هاي البلوكات مثل ما جاي تشوفون يا عيال. اوكي لانه بصراحة ما عجبتني الفكرة مال البيت، فان شاء الله باذن الله تعالى اليوم راح نعدل البيت نرتبه. اصلا سويت تعديلات على غرفة المشتركين، سويت تعديلات خلف الكواليس، شغلات بسيطة جدا تعديلات. اوكي فاليوم ان شاء الله راح نشوفهن. فبإذن الله ايضا الصندوق اللي اعطاني اياه امير سلو الهدية ان شاء الله اليوم ايضا راح نفتحه. اوكي راح نفتحه ونشوف وش موجود داخله يا عيال. اوه راح اموت، لحظة راح اموت اني، خلي اروح اجيب الطعام اللي عندي. اوكي خلي اشوفكم التعديلات اللي سويتها. تمام اول شغله صار هنا مصعد، شوفون وي. اوكي تعديلات بسيطه جدا. اوكي وين الطعام؟ انا هنا نخلي الطعام امس. وينه؟ اوكي هذا الطعام تمام، اللي هو اللحم. اوكي نجيب اللحم خليه اكله شويه لانه بديت اجوع بصراحه. تمام يلا خلي اصعد او خلي اغلق الباب لا يجون الكريبر والسكيلتون. تمام اوكي هاي لازم نغيرها او لازم نفلشها، وان شاء الله اليوم راح نروح لمنطقه امير سلو، نروح نسرقه، قصدي نروح نشوف شنو عنده من تعديلات، لانه كثير متابعين كتبوا لي بالتعليقات يا اوغا روح شوف شنو صار بمنطقه امير بسرعه يا اوغا. ان شاء الله اليوم راح نروح. اوه هاي ما تنكسر. اوكي هاي تنكسر اعتقد بهاي. اي بهاي تمام. اوكي اوكي يلا بينا يا عيال خلي نكسر هاي البلوكات باسرع وقت. تمام تمام يلا بينا يلا بينا، ما بقى شيء ما بقى شيء، كملناهن يا عيال. اوكي يا اوغا هاي ثاني مره اطيحاني. تمام هاي الاعمده لازم نكسرهن يا عيال لانه بعد خلاص ما نحتاجها اصلا. تمام نكسر هاي الاعمده او العمود. اوكي مثل ما جاي تشوفون، فالتعديلات راح تكون جدا جدا حلوه على البيت مالتي، راح يعجبكم باذن الله تعالى يا عيال، قسما بالله متاكد راح يعجبكم. نكسر هاي البلوكات مثل ما جاي تشوفون لانه هاي اللي جاي تشوفون البيت مالتي تحت الارض، لا راح يصير هذا كله مخزن. اما البيت مالتي اوه خليني اصعد يا عيال. اوكي خلينا نصعد باسرع وقت، انا عندي نطيطه يا اوغا عندي نطيطه. اوكي اوكي يلا بينا مو مشكله. اوكي كسرناهن الحمد لله والشكر. نكسر هاي بهاي، نكسر بالبيكاكس يا اوغا بالبيكاكس. تمام اول حاجه خلينا نجمع هاي البلوكات اللي طاحن قبل لا يختفن، لانه اريد اسوي به مشروع الثاني. تعرفون عندي محل مال بلوكات. اوكي عندي محل مال بلوكات، وهذا المحل يا عيال مال بلوكات باذن الله تعالى يعني تعرفون راح ابيع به هاي الشغلات اللي عندي، ابيع ابيع القمامه مالتي. اوكي ننزل نخلي البلوكات اللي اني ما احتاجهن حاليا هنا. جاي اسمع صوت سكيلتون، قصدي زومبي. يعني شنو بي اليوم؟ هاي شنو؟ اخذت شنو اخذ؟ امير سرقني 4 ستاك بيكس، مدري بريكس مدري شنو. فتشوفون هاي البلوكات اللي جمعناهن اني وامير سلو، اليوم راح اسوي تعديلات كلش كلش حلوه على البيت مالتي. بس قبل لا اسوي التعديلات اوكي
خلي اروح اشوف شنو صار بمنطقه امير سلو، لان شنو هاي لان كثير كتبوا لي بالتعليقات يا اوجر روح لمنطقه امير، يا اوجر روح لمنطقه امير. فخلاص الهديه ان شاء الله مال امير سلو ما راح افتحها حاليا، باي لحظه راح افتحها ونشوف شنو موجود داخلها. فحاليا خلي اروح لمنطقه امير. اوه لحظه، انا شلون نسيت، اكتشفنا طريقه ننتقل بسرعه عن طريق التليبورت. وين امير؟ هاي امير. اوكي واو واو واو، هاي شنو يا عيال؟ تشيست فاضي. هذا السرير يا عيال، تعرفون اني ما عندي سرير يا عيال. فا اوكي ما حد شاف، ما حد شاف، لا حد يكتب الامير اوجا سرق السرير مالتك. اوكي خلينا نصعد ونشوف وش موجود في بيت امير او منطقته. فا ليتس جو. والله ماكو شيء، شنو تخدعوني شباب بنات؟ قلتوا لي امير عنده شغلات. اوكي شباب، الوحدي بالسيرفر، الوحدي بالسيرفر، الله هاي الشغلات الحلوه. نشوف شنو موجود. هاي رجعنا، هاي عيال حتى ما تقولون اوكي يسرق ويخرب. اوكي خلي نفتش بيت امير، يقولون عنده شغلات خرافيه. يا عيال اوكي، الله 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 الله، اذني ما اعرف شنو. اوكي راح ناخذ هاي، اعتقد مو نادره لان ما عجبني شكلها، بس هاي دايموند لو شنو؟ جرانيت، جرانيت. اوكي اوكي اذني شنو يا عيال امير، شنو هالشغلات اللي عنده؟ يا عفو، هاي شنو؟ هاي شنو يا عيال؟ يا عفو الله، سبونر. اوكي خلينا نشوف الصناديق البقيه. تمام تمام اوكي. الله يا عيال هاي الموارد الحلوة، والله العظيم أنا متأكد أمير ما راح يزعل. أوكي يعني شباب بنات، هي كم بلوكة، كم حب، هاي شنو؟ هي كم بلوكة أنا أخذت من عنده يا عيال، يعني شنو قيمتهن؟ لحظة هاي شنو؟ ريدستون. أوكي هذا شنو؟ هاي مزرعة، مزرعة أمير أقدر أدخل لها، مو مسموح الدخول. فممتاز المزرعة مسموح الدخول. اوكي اما هاي شنو؟ هاي حظيرة الحيوانات، حظيرتي او حظيرة الحيوانات مغلقة، اعتقد امير عنده مشروع فيها، فلذلك انتم قلتوا لي يا اوجر. وهاي ايضا مغلقة، غرفة المنتسبين مغلقة، وهذه غرفة المشتركين ايضا مغلقة. فالظاهر يا عيال يعني الحمد لله وشكر حصلت لكم شغلة. هاي شنو؟ هاي شنو يا عيال؟ والله العظيم ما اعرف. اوكي نطلع يا عيال. اوكي الحمد لله وشكر حصلنا كم حاجه اسطوريه. فالحين يا عيال خلي اروح للمنطقه مال المحلات، اشوف المحل الجديد اللي سواه امير سلو. طبعا كثير من عندكم قالوا يا اوجا امير سلو سوى محل جديد، امير سلو سوى محل جديد. خلاص خلاص اوكي، هذا هو المحل الجديد مال امير سلو. اوكي خلي نشوف يا عيال لحظه. اوكي يعني المحل بصراحه حلو، بس يعني مو مثل المحل مالتي الروعه. على الاقل اني المحل مالتي مفتوح، اي واحد يقدر يشتري، اكو ارباح. والله ما حد مشتري من عندي. اوكي هاي الاشياء اللي سرقتهم، قصدي اللي حصلتهم بالتشيستات مال امير سلو، صارن الي رسميا. الحين خلي ارجع الى منطقتي. اوكي ويرز ماي هوم، اوكي ذيس از ماي لاند. اوكي هاي منطقتي. التعديلات اللي راح اسويها راح تكون ان شاء الله تعجبكم، باذن الله راح تعجبكم. اول شغله هاي الاغراض اللي سرقتها من امير نخليها هنا. ثاني شغله نجيب هاي البلوكات، تشوفون راح نجيب هاي البلوكات يا عيال كلهن ان شاء الله. تمام الحين راح تعرفون شنو راح اسوي بيهن. اوكي خلينا نطلع منه. وي ما طلعت. اوكي نطلع بهاي الطريقه. الله الله هاني بديت اجوع، اني بديت اجوع يا عيال، بديت اجوع. ومن لحظه عندي سرير اني. اوكي زيادة خير السرير هذا مال امير، تمام مو مشكلة. اول شي خليه اكل، بديت اجوع. اوكي بدت تمطر. يا عفو الله شنو هذا حظي السيء. اوكي خليني ننام بالسرير اللي حصلته بطريقتي الخاصة اللي سرقته من امير سلو. اوكي تمام حلو حلو، هذا السرير راح نكسره، نجيب السرير نخليه هنا احتياط، ممتاز. اللي راح اسويه كالاتي، شوفوا شباب بنات شوفوا راح تنصدمون ان شاء الله. نجي نخليها بهاي الطريقه، تشوفون تشوفون الحين راح تعرفون شنو اللي راح اسويه ان شاء الله. اوكي نجي نسوي هاي الطبقه. اوكي 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 ممتاز، والله المنطقه مالتي عملاقه يا عفو الله عملاقه. اوكي نجي من هنا، اوكي نجي من هنا يا عيال.
اتوقع كذا كذا راح يكون الحجم مناسب ان شاء الله تعالى. اوكي الحجم راح يكون مناسب باذن الله تعالى. بس تقولون يا اوغا انت شنو جاي تسوي؟ شباب بنات صبروا صبروا راح تشوفون اللي راح نسويه. ولا تنسون ان شاء الله راح يتحول بيتي من بيت فقير الى بيت غني بسرعه. اوكي لان خلاص راح يصير عندي بيت يعني حالي حال الناس. شنو اني ابقى طول عمري اعيش داخل حفره او داخل مخبأ؟ لا يا عيال الحين راح تتغير الحياه. اوكي اوكي بلوكات جديده. يلا 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 مو شنو جديده اخذنا بعد بلوكات. يكفن لو ما يكفن والله ما اعرف. يا ربي كفني يا ربي كفن لانه بقينا انا وهمير نجمع هواي. يلا يلا مو مشكله مو مشكله. تمام تمام. امير سلو طبعا قال لي تعال تبغى اساعدك يا اوغا؟ قلت له لا ما اريد مساعدتك حتى تساعدني وتجيني بعدين وتقول يا اوغا اني ساعدتك اريدك تعطيني فلوس مال مساعدتي بالبيت مالتك. شباب انا تاني اعرف حركات امير سلو تمام فما ابغى من عنده اي مساعده. اوكي اوكي فهاي نغلقها من هنا تشوفون. اوكي هاي كلها غلقتها الحمد لله والشكر. لحظه نغلق هاي نغلق تعال نغلق يا بلوكات. اوكي بس تقولون يا اوغا انت شنو اللي جاي تسويه؟ فهمنا. شباب بنات صبروا صبروا والله العظيم اذا صبرتم راح تشوفون الشغلات الاسطوريه اللي راح نسويهن. طبعا اكو اداه تخليني ابني بسرعه بس للاسف بعدنا ما صنعناهن اني وامير سلو. فان شاء الله راح نصنعها بالحلقات القادمه. اوكي بلوكات راح يخلصن. يا عفو الله طحت. اوكي يا عفو الله البلوكات راح يخلصن. لازم نجمع بعد بس حاليا خلي نكمل الارضيه. تمام يا عفو الله يا عفو الله يا عفو الله. اوكي نكسر هاي ونكسر هاي ونكسر هاي بس خلي اصعد اني. اوكي باسرع وقت يا عيال. نكسر هاي ايضا. تمام طبعا ما اعرف اذا جاي تشوفون انه الارضيه انا ليش خليتها من هذا اللون. هاي مو ارضيه شباب بنات، هاي راح تكون يعني مثل طبقه حمايه حتى ما حد يكتشف المكان السري اللي موجود تحت. فراح اوكي راح تفهمون شنو اللي اقصده بس تشوفون التصميم من يكمل ان شاء الله. اوكي ممتاز. الحين نكسر هاي ونكسر هاي. اوكي نجيب الحين الكوارتز. الكوارتز راح اخليه من هذا الاتجاه 1 2 3 4 5. اوكي نخلي الكوارتز 5 ارتفاع 1 2 3 4 5. شنو 5 ارتفاع؟ 5 بلوكات ارتفاع. اوكي هاي الشجره راح نكسرها بعدين. اوكي يا شجره انقلي 1 2 3 4. اوكي نكسرها 5 ممتاز 5 ومن كل اتجاه راح نصعد ايضا 5. الحين شوفوا نجي من هنا يا عيال 1 2 3 4 5 6 7 7 ممتاز. الحين خليتها 7. تقولون يا اوغا انت قلت 5. شباب بنات صبروا 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 والله العظيم اذا صبرتم راح تشوفون شيء اسطوري راح يعجبكم باذن الله تعالى. خلي نكمل هاي تشوفون ليش خليتها هيك تشوفون حتى اقدر اسيطر وابني. يلا 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 بينا مو مشكله مو مشكله. اعتقد امير ما يصير بس بحرب البيض يصير نبني بهاي الطريقه يا عيال. اوكي مو مشكله مو مشكله. طبعا الكوارتز بصراحه يعني بصعوبه يتحصل يعني مجبور تروح العالم النذر وتجمع كوارتز بس شو نسوي يا عيال هذا اللي نقدر عليه. يلا بينا. صح ما جمعنا هواي. اوه اختفت البلوكه ممتاز ممتاز يعني البلوكات صارت عندي تختفي. هاي شنو؟ وات؟ هاي هاي اوكي هاي البلوكات اللي اني ابغاهن. يلا يلا بينا والله العظيم شغلات غريبه يا عيال جاي تصير. اوكي اوكي يا ثاني مره اخلي بلوكه بالغلط. اوكي ممتاز. الحين الجايين نجمع البلوكات اللي احنا نبغاهن. هاي البلوكات ان شاء الله راح تعجبكم. 1 2 3. اوكي اوه بقى هذا اكيد افتهمت شنو اللي راح اسوي. راح اسوي بيت تصميمه ان شاء الله باذن الله تعالى راح يعجبكم يا عيال. اكيد راح يعجبكم كمان يعني بيت اسطوري بعمركم ما شايفين مثله. يعني امير يسخر من البيت مالتي بالحلقات السابقه ويقول لي البيت مالتك سيء والبيت مالتك زباله او زباله وقمامه وما ادري شنو. فخلاص راح اوريه منو البيت السيء الحين. اوكي خلي انزل دلوقتي. الباب مالتي راح اخليه راح يكون منا. لا ما اريد الباب مالتي منا يكون. خلينا نشيل هذا التورتش باسرع وقت يا عيال. اوكي نشيل التورتش. اوكي الحين راح تعرفون ليش راح اشيل هذا التورتش فقط اللي بالاطراف. اوكي 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 تمام تمام. الارضيه اللي موجوده تحت ما راح اغيرها لانه ما لها داعي بصراحه. تمام الارضيه هذه الديرت قصدي. تمام تمام بس خلينا نشيل هذا التورتش. انا قلت التورتش لو ديرت. اوكي اتوقع هاي لازم. لا 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 يا عيال لازم نحلل هذا الخشب. نحلل
اوكي اوكي لحظة هسه ارجع له هسه ارجع له هسه ارجع له. شلون ادخل الحين يا عفو الله؟ يا عفو الله يا عيال. اوكي خلينا نجيب البلوكات اللي كانت عندي. اريد بلوك. اوكي نجيب هالكبل ستون، نجيب شوية كبل ستون راح يفيدني ان شاء الله. فخلي اطلع بسرعة. اوكي طلعت الحمد لله والشكر. خلينا نطلع من هنا ايضا. اوكي يا عيال الحين راح تعرفون ليش انا طلعت بهاي الطريقة. هناك كانت عندي بلوكات ممتاز. بس هاي اريد اغلقها بهاي الطريقة شباب. لا بالغلط يا اوجا بالغلط انا ما قصدي كذا، ما قصدي كذا يا عيال، قصدي هاي لازم نغلقها منها. تمام اوكي يلا بينا مو مشكلة يا عيال. اوكي بس خلينا نغلق هاي الجهة. تمام مثل ما جاي تشوفون نغلق هاي الجهة ممتاز، ونغلق ايضا هذا المكان. تمام هسه راح تعرفوا ليش يا شباب ويا بنات. اوكي وان شاء الله الصندوق مال امير سلو الحين راح نروح نفتحه ونشوف وش موجود داخله باذن الله تعالى هذا الصندوق. تمام والله العظيم شغلات خرافيه ان شاء الله. الارضيه او الزوايا او الاطراف. اوكي بس خلينا نشيل هذا التورج. انا سمعت صوت مال تي ان تي مال شيء ينفجر. اعتقد اكو كريبر تحت الارض. والله ما اعرف يا عيال. اوكي اكيد عرفت شنو اللي راح اعمله يا عيال، قسما بالله راح يعجبكم قسما بالله. هاي خطا يا عيال. اوكي هاي ثاني وحده خطا. لا يا اوجا ركز، اهم شيء التركيز يا عيال. اوكي نكمل التحدي مالتنا او البناء مال بيتي الاسطوري اللي راح يعجبكم ان شاء الله، حتى اثبت لكم انه اني البيت مالتي اسطوره الاساطير يا عيال. يلا اتحداكم تعملون بيت زيي. اوكي هاي نكسرها ما احتاجها. اوكي مكانها خطا ممتاز. هاي نغلقها نجيب. وين الديرت؟ كان عندي ديرت. اوكي جبنا ديرت هاي منها يا عيال ما حد شاف. اوكي نجيب الديرت. وين الديرت؟ ها الديرتاية نخليها هنا ونخليها هنا. فقط كنت اريد اغلق المكان ممتاز. الحين اني غلقت هذا ايضا راح نغلقه يا عيال. عندي ديرت؟ ما عندي ديرت. اوكي مو مشكلة بعدين نسوي ذيك الحفرة هاي الموجودة هنا. تمام اوكي ممتاز كملناها الحمد لله والشكر ممتاز مثل ما جاي تشوفون. طبعا انا كنت راح اسويه خلف الكواليس بس كثير متابعين قالوا يا اوجا نبغى التصميم بالمقطع مالتك. اوكي التصميم تريدون تشوفونه فخلاص راح نشوفه. فحلو حاليا شنو اللي راح اسويه؟ نجيب هذا الخشب مثل ما جاي تشوفون. وين الخشب؟ اوكي هذا الخشب يا عيال نجيب نصه نحلله. مجبور احلل نصه، النص الثاني ما ابغى احلله بصراحه. هاي الشجره بعدين نشيلها يا عيال، مزعجه جدا جدا جدا. او ليش اشيلها؟ لحظه انا ليش اشيل هاي الشجره؟ نكسر الخشب لحظه. لازم اصعد يا عيال، هاي الشجره راح تزعجني. اوكي ليش ما صعدت؟ كبيره. اوكي كبيره يا عيال ممتاز ما صار شيء. والله اوكي يا عيال والله احتراف. اوكي خليني نكسر هاي البلوكات مال الخشب. ف ذس اوكي الحين تشوفون والله بسرعه يا عيال، والله شلتها بثواني ما توقعت هذا الاداه مال بتاع كله قويه لهاي الدرجه. فحلو حاليا كملنا هاي. الحين راح نجيب هاي البلوكات تشوفونها نخليها بهذا الشكل تشوفون. يا رب تكفي. لا والله العظيم ما راح تكفي، فاذا راح اخليها من اتجاه واحد حتى ابين لكم او اوضح لكم كيف راح يكون التصميم ان شاء الله يا عيال. تمام اوكي راح نخلي الباب يكون من هذا الاتجاه لانه من هنا موجوده البحيره. فا اوكي من هنا راح اخلي الباب مال بيتي راح يكون، لان هنا راح اسوي لي مكان حمايه او مو حمايه طريق. تمام هاي البلوكات بالخطا خليت. وين الاداه مال بتاع كله؟ تعال يا اداه بتاع كله. اوكي لا فضحت روحي يا عيال. لا يا عيال انا استخدمت التشزل، كنت اريد اشوفكم شنو راح اسوي بالشكل مال البلوكات، كنت راح اخليه شكل حلو. اوكي فعندي كثير اشكال حلوه تشوفون. على سبيل المثال تشوفون كل شيء موجود عندي بلوكات شكلها غريب عجيب. فخلاص ما دام عرفتوا شنو الخطه مالتي خلاص ولا يهمكم. الخطه مالتي كانت انه اخلي هاي البلوكات واقول لكم شوفوا البيت يعني شكله بسيط، واستخدم التشزل واشوفكم كيف راح يكون شكله الخرافي. فا اوكي مو مشكله يا عيال عادي ولا يهمكم. نكمل هذا التصميم مالتنا يا عيال عادي، اصلا بالاخير انتم راح تشوفونه كيف راح يكون. تمام نجي نستخدم هاي بهاي الطريقه يا عيال. اوكي الله يا بابا. الحين نغلق هاي الحفره.
الحين نجي نشوف وين المنتصف. اتوقع هذا المنتصف، اتوقع هذا هو المنتصف مو؟ اوكي والله جبتها صحيح مو؟ ايه والله صحيح، ممتاز يا عيال ممتاز. الحين نكسر هاي البلوكات مثل ما جاي تشوفون، الزيادة او مو زيادة. نجيب يا عيال وين هي، وين البلوك اللي اني ابغاها؟ هاي اوكي الكوارتز، اوكي نخليها بهذا الشكل مثل ما جاي تشوفون يا عيال ممتاز. الحين راح نكسر هاي البلوكات اللي موجودة هنا تشوفونها، اوكي نكسر هاي البلوكات اللي موجودة هنا يا عيال. الله نخلي الكوارتز بهذا الشكل، هي تعال يا بلوكة. اوكي نطلع منها يا عيال. الله اوكي نخلي هاي هنا مثل ما جاي تشوفون، اميزنج. الحين هاي لازم نغير شكلها يا عيال، هاي ضروري نغير شكل، نغير شكلها يا عيال. اوكي هاي تفيدني الكوارتز، هاي ما ادري البلوكة، هاي ما عندي بلوكات فتمام. الحين تقولون يا اوك انت شنو جاي تسوي؟ وش هذا التصميم؟ شباب بنات صبروا وتعلموا، شوفوا اوه شنو هاي؟ وردة تلمع ممتاز. هاي لازم نكسرها ايضا يا عيال مثل ما جاي تشوفون. اوكي الحين النوافذ راح تكون من هذا الاتجاه، كل شيء راح يكون منها يا عيال، وراح اسوي له طابقين وشغلات رهيبة باذن الله تعالى. حاليا يا عيال اوكي ثواني، لازم اصعد منها ثواني. اوكي اوكي لازم اصعد اني بهاي الاداة نصعد ممتاز. او ما صعدت لحظة، لازم اصعد يا عيال باي طريقة كانت. اوكي صعدت الحمد لله والشكر. وين الباب؟ اوكي هذا الباب، هنا راح تكون اكو دنقة، ما اعرف اذا تعرفون شنو دنقة او لا. اوكي الدنقة اللي هي العمود احنا نسميها بالعراق دنقة تمام. اوكي نخليها بهذا الشكل مؤقت، مؤقتة طبعا تمام. وهنا راح تكون، لا هنا الدنقة وهاي العمود هنا راح يكون تمام. اوكي ممتاز، فقط انا كنت اريد احدد الموقع مالتهن. اوكي ثواني نجيب هذا الشكل يا عيال، لا خطأ هذا خطأ. اوكي الابعاد كانت خاطئة فهت. خوفني خوفني الورع والله العظيم خفت. يا عفو الله الدنيا صارت ليل واني ما ادري. اوه ذا كوتش ساحر، ايه ايه ساحر الورع والله العظيم خوفني بشكل مو طبيعي. اوكي خلي انام يا عيال، اوكي خلي تصير الدنيا صبح. اوكي حتى نسيت الصندوق مال امير سلو، ان شاء الله اليوم راح نفتحه. شنو اليوم؟ الحين راح نفتحه، جهزوا نفسكم. فبس خلينا نخلص الارضيه اول شيء. شنو هذا الزومبي؟ الورع. اوكي الورع خوفني. اسمعك صوت. اوكي هذا هاي التفاحه ما اريدها، لحم الزومبي. خليه هنا ممتاز. يا اخي انقلع من هنا يا اخي انقلع، ما اريد اقتلك والله مزعج، ما يخلي واحد يشتغل براحته. تمام نكسر هاي البلوكات يا عيال. اوكي ممتاز 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 ممتاز. الحين نجيب هاي نخليها بهذا الشكل وهاي بهذا الشكل. شوفوا شباب بنات تشوفون، تشوفون كيف راح يكون الشكل خرافي والله العظيم شكل اسطوري. تمام شوفوا بس خليني نكسر هاي البلوكات لانه هاي راح نغيرها ان شاء الله. شوفوا شوفوا يا عيال شوفوا، راقبوا وتعلموا راقبوا وتعلموا. اوكي نخليها بهذا الشكل يا عيال تشوفون تشوفون. الله الحين نجيب هاي نكسر هاي يا عيال مثل ما جاي تشوفون ممتاز. هاي خطأ، هاي خطأ يا عيال، هاي خطأ. اوكي هاي اللي موجودات هنا راح نكسرها، راح اغير شكلهن بعدين اوكي حتى تكون متناسقة ان شاء الله. فا اوكي حتى تكون متناسقة تشوفون كيف راح يكون الحين. خلي اصعد شوي، وين النطيطة؟ هاي النطيطة مالتي يا عيال، هاي النطيطة. هذا هاي اكس بي. اوكي اوكي هذا اكس بي، حلو زاد الاكس بي مالتي او الطاقة. تمام صعدت، اوكي صعدت الحمد لله والشكر. لحظة نسيت، الحين راح نفتح الصندوق مال امير سلو ونشوف شنو الهدية مالته، وايضا راح نكتب اسماء في غرفة المشتركين. اليوم عندنا اسم مال متابع اسطوري او متابعة، الحين راح تشوفون الاسم يا عيال. اوكي بس خلينا نكسر هاي البلوكة ونكسر هاي البلوكة يا عيال. الحين نربطها كذا ونربطها كذا ونربطها بهذا الشكل يا عيال مثل ما جاي تشوفون. الحين نجيب هاي البلوكة، لحظة لحظة بس خلي اصعد يا عيال حتى تشوفون شنو اللي راح يصير. تمام نجي نخليها، لا بالخطأ خطأ بالعكس. اوكي نجي نخليها بهذا الشكل ممتاز ممتاز يا عيال. هلا والله هلا والله، والله العظيم راح يعجبكم التصميم قسما بالله، راح يكون قصر مو بيت قصر ان شاء الله. اوكي اوكي يلا بينا يلا بينا، كملنا التحديات طبعا هذا الحين كسر. تمام
الله الله يا اوجا، وش هذا التصميم الروعة يا اوجا؟ شنو هذا؟ والله العظيم راح يصدمكم ان شاء الله. اوكي، حتى اثبت لكم انه اني مستحيل اسوي تصاميم غبية او تصاميم فاشلة نفس التصميم مال امير سلا. يسخر من عندي ويقول لي التصميم تبعك غبي وفاشل، اني تصميمي غبي يا عيال؟ تصميمي راح يكون اسطوري ان شاء الله. اوكي، جاي اسمع صوت مال وحش، الحين نروح نشوفه يا عيال. اوكي اوكي، اتوقع مستحيل اقدر اكمل التصميم بهاي الحلقة. وجعتاني، where is my food؟ اوكي هذا ستيك، تمام نخليه هنا. اوكي والله توقعت الموارد هاي تكفيني، بقينا نجمعهن اني وامير، فالظاهر لازم نجمع بعد موارد اما حاليا. اوكي الحين تقولون يا اوجا شنو اللي راح يصير؟ هنا راح نسوي البيت نكمله ان شاء الله، وراح تكون في غرف، وراح يكون هنا مخبأ او يعني نفس هذا الباب تشوفون. راح نخليه هنا موجود، يصعدني ويدخلني للمخزن اللي موجود تحت، او اغراضي اللي موجوده تحت الارض ان شاء الله. حاليا بس خلينا نربط هاي بهذا الشكل يا عيال. اوكي نرتفع بهذا الشكل، بس لهذا الارتفاع راح نسويه حتى تفهمون شنو اللي اقصده انا. اوكي تمام 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 تمام. اوكي هاي البلوكه خطا، متاكد؟ اي والله العظيم متاكد اني خطا. تمام يلا بينا. والله العظيم عبالي مستر بعرورة فتح الباب ودخل. يا عفو الله يا اخي، شنو انتم من وحوش؟ انقلعوا انقلع انقلع يا سبايدر انقلع. والله خوفني. تمام يا عيال، خوفني الورع. عندي بلوكات يا عيال؟ ما عندي، راح يخلصن. فافتهمتوا الفكرة، وبالاداة مال التشزل تشوفون اداة التشزل اقدر اغير شكل البلوك، ابقى اخليه مثل ما اني احبته. ليش ما تشتغل يا عيال؟ اوكي لازم اشيل هاي البلوكات من داخله. تمام اقدر اخليه مثلا اي شكل يعجبني. تمام ففهمتوا الفكره شباب بنات. اوكي اكيد فهمتوها. تمام رجع زي ما كان. اوكي فمو نفس الشكل. اوكي الحين لا مو نفس الشكل. يا عيال شنو؟ اوكي خلاص فهمتوا الفكره. تمام الحين خليني اكسر هاي البلوكات الزايده او مو الزايده اللي انا خليتهم بمكانهم بالخطا. تمام تشوفون كيف راح يكون التصميم. هنا لازم نكسر هاي البلوكه. لحظه نكسر هاي البلوكه يا عيال، هاي البلوكه خاطئه. نجيبها نخليها هنا. يا عفو الله خليتها نفسها بمكانها مره ثانيه. تمام نجيب الحين هاي، تشوفون لحظه نخليها كذا يا عيال. اوكي شوفوا. الله الله يا اوجا، الله الله. هاي خطا، ما عجبتني. ما عجبني، بعدين نعدل هاي الزوايا حتى تكون خرافيه ان شاء الله. تمام اوكي خليت 3 بلوكات بالخطا. تمام مو مشكله يا عيال، نربطها بهذا الشكل، بس خلينا نعدل هاي البلوكات او الحبات مالتنا الخطا. تمام اتوقع حاليا ممتاز يا عيال. اوكي عدلناهن، فحاليا خلينا نجيب الباب. اوكي هم زين، عندي خشب. خلينا نروح للكرافتنج تيبل مالتي باسرع وقت، نصنع لنا ابواب حتى تعرفون شنو قصدي اني الكرافتنج تيبل. اوكي هاي الكرافتنج تيبل. خشب، اني سويت خشب، عندي خشب، خلينا نسوي لنا ابواب. شنو هاي الابواب؟ اوكي هذه الشتلات ما احتاجن. لا الشتلات ما احتاجن يا عيال. أوكي. ليش ما احتاجن؟ نخليهم بالصندوق، يمكن يفيدني بالمستقبل. لحظة يمكن يفيدني بالمستقبل يا عيال. اوكي كل شيء راح يفيدني بالمستقبل. التورش، اريد التورش انا اريد التورش. نكسر هاي البلوكة وخلينا نطلع باسرع وقت. تمام ان شاء الله راح نسوي المصعد اللي هو نسيت اقول لكم، انا قلت لكم راح اسوي هنا باب. لا ما راح اسوي باب يا عيال، اصلا ما اجيب سيرة الباب، راح اسوي نفس هاي تشوفون مصعد كهربائي او مصعد ذكي تشوفون. بس اشفت ينزلني، اقفز، شوفوا اقفز يصعدني، فشي رهيب يا عيال. تمام وهاي الغرفه مال المشتركين هنا بيها باب، قلت لكم اني جاي اسوي عليها تعديلات. والله العظيم تعبتني كلش وبعدني جاي اشتغل عليها، لانه اريد اسوي لكم مفاجاه. ولا تنسون اني ما اقدر كل يوم انشر حلقه عن هاي السلسله، كل اسبوع عندنا حلقه او حلقتين، فلذلك تشوفوني اتاخر عليكم لانه هاي الحلقات متعبه، فانتم تستاهلون هذا التعب والله العظيم. هنا موجود اذا تتذكرون الحظيره مال الحيوانات، هاي هنا غيرتها مو حظيره حيوانات، راح اسوي مشروع اسطوري. اما حاليا هذا الشيء مؤقت. تمام هذا الشيء مؤقت يا عيال مثل ما جاي تشوفون. الحين نجيب الباب،
ولو الباب ما متناسق مع الفقراء، بس اوكي مو مشكلة. طبعا مو عبالكم البيت راح يكون كذا، لا، البيت هذا او القصر راح يكون طابقين ان شاء الله، هنا الطابق الاول وهناك راح يكون الطابق الثاني، وراح يعجبكم ان شاء الله باذن الله تعالى. اوكي حاليا راح اسوي لي كرافتنج تيبل مؤقتة. اوكي نجيب كرافتنج تيبل ونسويها. اوكي نرمي ذن هنا، نجيب كرافتنج تيبل، لحظة تمام. اوكي يا عيال والله العظيم راح افلس الحين، لازم نسوي وين خشب، وين راح الخشب، وين الخشب، وين هذا، لازم اسوي لي تشيست. اوكي بصراحه تشيستات او صندوق، هاي شنو، هاي شنو تشيست، شنو هذا، شنو هذا شكلي. اوكي فراح نخليه بهذا الشكل يا عيال. هاي المصابيح لازم اربطها، المصابيح تمام. لا لحظة نسيت اربط المصابيح، انا شلون نسيت، نخلي المصباح هنا يا عيال تشوفون. اوكي لا بالغلط، لا لا يا ربي، لا يا ربي. اوكي مو مشكلة، هاي المصابيح تعطلت، وين هي وين هي. اوكي هاي المصابيح تعطلت بعد ما تشتغل. فمو مشكلة، ليش خليت مصابيح هنا حتى بالليل ينور المكان تمام يا حبايبي الاساطير. اوكي الحين خلي اصعد اني باسرع وقت. اوكي مستحيلة مستحيلة، قفزة صغيرة هاي كانت. اوكي صعدت، ليش ما جاي يشتغل، النطيطة ما جاي تشتغل صحيحة. اوكي ثواني، اي هسه تمام. بس خليني اكسر هاي البلوك الخاطئة، او مو خاطئة صحيحة، بس انا اريد اخليه هنا من هاي اللمبة او المصباح اللي يعني يشتغل، يعني مثل ايش يسمونه ذاك، كابلستون، لا مو كابلستون، وين ادري شنو اسمه، اللي يضوي. اوكي تعرفون انتم اكيد، يعني مصابيح ماينكرافت. اوكي حاليا بس اخلي الاغراض مالتي اللي زادن بالصندوق، او مو اللي زادن، اللي موجودات عندي تمام. نرجع هنا، نخليهن هنا الاشياء هذه فيدني تمام. اوكي نخلي الاغراض هنا، لانه حاليا بصراحه صعب اقدر اكمل المقطع، راح يكون طوله ساعة تقريبا. فمثل ما جاي تشوفون هاي الاغراض حاليا اللي موجودة، ان شاء الله اني وامير بالحلقة الجاية راح نجمع موارد اكثر، وراح نكمل التصميم مال البيت مالتنا، وراح تكون بيه شغلات خرافية. اما حاليا قبل لا نسوي اي حاجة، خلي نروح نكتب اسماء المشتركين، لانه اليوم عندنا اسم احد الاساطير يا عيال. اوكي خلي نجيب الدايموند، طبعا اني مخبئ الدايموند بهذا المكان. اوكي اوكي راح نكتب اليوم اسمين شباب بنات، اسمين انتم تستاهلون. اوكي ولد وبنيه. اوكي الاسم الاول يا شباب ويا بنات اجانا من صديقتنا حوراء باسل، حوراء باسل من اوكي من السعوديه. الف الف مبروك يا صديقتنا حوراء باسل من المملكه العربيه السعوديه، دخل اسمك في غرفه المشتركين. الاسم اللي بعده يا شباب ويا بنات اجى من صديقنا علي كاظم. اوكي علي كاظم من العراق، هلا والله يا حبيبي علي كاظم، الف الف مبروك يا حبيبنا علي كاظم، دخل اسمك في غرفة المشتركين. الحين تقولون يا اوغا وين اسمائنا، لحظة نجيب ايتم، لحظة اوكي ايتم، نسيت شلون اصنع هذا الايتم. اوكي جلد وستيك، ممتاز الجلد والستيك كلهن موجودات عندي يا عيال، كلهن موجودات. نروح الى منطقة امير سلو. خلينا نجيب ايتمات يا عيال. اوكي يلا 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 يا اوجا، يلا يا اوجا، يلا يلا صعدت اصلا شباب بنات راح نوصل. اوه نسيت افتح الهديه مالت امير سلو، لا لا يا عيال. اوكي نجيب هذا الايتم، فاضي وهذا فاضي. اوكي شوفوا شباب بنات شلون امير يعطيني شغلات خرافيه، شكرا شكرا يا امير شكرا. اوكي اوكي شكرا يا امير، وير از ماي هوم. اوكي وصلت الى منطقتي. اوه الوحوش، الوحوش مسيطرين على المكان يا عيال. اوكي خليني ندخل منطقه المشتركين تمام، دخلنا. خلينا نكتب اسماء الاساطير يا عيال. اوكي الاسم الاول اللي دخل علي كاظم، الف مبروك. والاسم اللي بعده حوراء باسل من السعوديه. شوفوا شباب بنات اللي يريد اسمه يدخل بالحلقه القادمه بكل بساطه، شباب بنات حطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات، وان شاء الله بالحلقه القادمه راح نكتب اسماءكم باذن الله. ولا تنسون اللي عنده فكره او اللي عنده مشروع يريدني اسويه بالحلقه القادمه، كتبوا لي بالتعليقات يا اوغا اسوي محل اسلحه، يا اوغا اسرق امير، كتبوا لي العقوبات اللي تحبونها. وين اللحم مالتي؟ كان عندي طعام والله العظيم. شباب بنات وين الطعام مالتي؟ هناك كان مو؟ انا وين خليته؟ والله ما اعرف.
كان عندي ستاك من اللحم، راح اكل هذا الستاك اللحم الخايس، هذا اللحم ما مطبوخ. اوكي اوكي يا عيال لازم نقضي على هذا. والله العظيم كان هنا زومبي. اوكي سلام عليكم. اوكي يا عيال خلي اجلد اتخلص من عنده. لحظه وين المصباح كان عند هذا خبز يفيدني. كان عندي مصباح يا عيال، وينه المصابيح هاني وين خليتهم فوق. اوكي 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 خليتهم فوق يا عيال، ممتاز ممتاز ممتاز. بس خلينا نطلع من هنا يا عيال، خلي اروح انام لانه الدنيا صارت ليل يا عيال، لازم انام، ماكو اي حل ثاني. تمام ليش ما يصير انام؟ يا عفو الله يا عفو الله يا عيال، نخلي السرير هنا وننام. لا يا اخي شنو هاي الوحوش سيطروا على المنطقه مالتي؟ والله المقطع صار طويل يا عيال، لازم باسرع وقت انام. اوكي اوكي لازم شمع المنطقه مالتي. اوكي خلي السرير هنا مؤقت، بس خلي انام وتروح الوحوش حتى ان شاء الله يا عيال نروح نشوف شنو الهديه اللي اعطاني اياها امير سلو. اوكي سرير خليه هنا ما له داعي. تمام خلي نصعد نغلق الباب، نجي من نغلق هاي الابواب يا عيال، ممتاز. غلقنا الابواب. اوكي خلي اصعد ان يا رب ماكو وحوش. ايه ماكو وحوش ممتاز، بس خلي اجيب الاكل مالتي. اوكي وين الاكل؟ هذا واني اقول وين هي عيال، والله جوعان. اوكي يلا بينا خلي نروح نفتح الهديه مالت امير سلو. يلا خلي نفتح الهديه يا عيال. اوكي بس لحظه قبل لا افتح الهديه يا عيال، اني بصراحه خايف من شغله، لحظه احتمال يطلع فخ. فا اوكي خليني هنا يا عيال، اتوقع تمام. اوكي يلا بينا يلا بينا، يلا خلي نفتح الصندوق ونشوف شنو موجود داخله. اوكي يلا جاهزين، 3 2 1 ونقول بسم الله. يلا خلي نفتح الصندوق ونشوف شنو شنو هذا الصوت؟ لا يكون مقلب، لا يكون اوه امير الغبي طلع مقلب يا عيال، قسما بالله راح انتقم من عندك، خرب لي منطقتي يا عيال. اوكي لحظه لحظه لحظه، بس خلينا نتخلص من هذا الوجه او الساحر او الساحره. تعال يا عمو الساحر تعال، اي دونت لايك يو، اي دونت لايك يو. والله قتلته. السلاح اللي عندي بتاع كله قوي يا عيال. اوكي والله العظيم يا امير ما راح اسامحك، كاتب لي جيفت فروم امير سلو يعني هديه من امير سلو، وتعطيني هديه اللي هي مقلب او تي ان تي. خلاص انا الحمد لله والشكر ما اثق فيك، رحت خبأت اغراضي هناك. اوه هذا كم حبة تي ان تي حاط لي؟ يا عيال هذا ما معقول حبة وحدة. اوه شباب بنات الحلقة القادمة راح ارد المقلب الامير سلو وانتقم من عنده ان شاء الله، حتى ابين له واثبت له انه اني ما اخاف من عنده. فا اوكي شباب بنات اذا انها الحرب على امير سلو، يهددني عبالكم اني اسكت؟ لا. فا اوكي شباب بنات ما اريد اطول عليكم اكثر، فلا تنسون الحين كلكم تحطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس الاشعارات، وايضا تتابعوني على الانستغرام، رابط حسابي مال الانستغرام بالوصف، ابغاكم كلكم تتابعوني، وايضا قناتي الثانية وقناتي الثالثة مال جيترو وسبجو قنواتي كلهم بالوصف، اشتركوا فيهن يا شباب ويا بنات. وبس مع السلامة، باي باي. انها الحرب على امير البعرورة.